يمكن بقى لنا فترة كبيرة بنكلم حضراتكم عن التغيرات المناخية اللي العالم كله خلاص بقى بيعيشها وبيعي تماما خطورة هذه التغيرات المناخية على كوكب الأرض. الشهر اللي جاي مصر بتستضيف كوب 27 في مدينة السلام شرم الشيخ، أمال كبيرة يعني بتعقد مع هذا المؤتمر في تنفيذ يعني يمكن الكثير من الإجراءات الحمائية كل العالم من مسألة الآثار السلبية للصناعة، الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية. وكمان برنامج التساعة يعني بيتناول مع حضراتكم كل ما تقوم به الدولة ويقوم به رواد الأعمال من الشباب للتعامل مع التغيرات المناخية وكمان في إطار الحفاظ على البيئة. النهاردة زميلنا محمد عبد الله هيكلم حضراتكم عن استخدامات أخرى للطاقة الشمسية وإزاي نستفيد منها استفادة قصوى من خلال تصنيع السخانات الشمسية، بالإضافة لتسليط الضوء على جهاز جديد هنتعرف عليه مع حضراتكم من خلال هذه الفقرة، وكفاءة عمل ألواح الطاقة الشمسية واللي بيتم الاستعانة بيها في عدد كثير من الدول الأوروبية. نتابع مع حضراتكم وبعد كده نرجع نكمل الكلام. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا في مجالات استخدامات الطاقه الجديده والمتجدده، السخانات الشمسيه. اختين اسسوا شركه لتصميم وتركيب السخانات الشمسيه، لكن كان هدفهم ان هم يوصلوا بالسخانات الشمسيه للمناطق الريفيه والشعبيه الموجوده في مصر. في عام 2014 اسست الاختين ساره ودينا موسى شركه للسخانات الشمسيه. سارة ودينا صمموا وأنتجوا سخانات مياه بأسعار ميسورة باستخدام الطاقة الشمسية. تعمقت سارة في دراسة الأمر قبل بدء المشروع، وكان هدفها إن هي تنبه الناس بأهمية استخدامات الطاقة النظيفة في مسعى لتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ده السخان الشمسي اللي عملته وصممته ساره موسى. ساره قولي قصه السخان ده ايه؟ طيب، هو فكره السخان بدا يعني من زمان قوي. انا كنت بتطوع في مناطق في القاهره هنا، تحديدا منطقه الدرب الاحمر، ولقيت ان في عائلات بتستخدم طرق بدائيه لتسخين المياه، يعني بيستخدموا انابيب الغاز او حتى ساعات حرقات لتسخين المياه لاستخدام يومي، يعني للاستحمام او لو تنظيف المنزل. فطبعا الطرق دي مش مريحه، بتستهلك من الوقت، وغالبا بتستهلك من وقت المراه، مش صحية، مش كويسة للبيئة. فإحنا ممكن يعني نستخدم المصادر اللي حوالينا، ممكن نستخدم الشمس اللي هو مصدر متوفر للجميع بشكل مبتكر، وإن إحنا نحل المشاكل دي اللي إحنا شايفينها قدامنا. لأي مدى أنت كنت محتاجة وقت عشان تقنعي الناس في مناطق ريفية أو مناطق شعبية إن هم يتحولوا لاستخدام طاقة نظيفة؟ أول سخان صممناه هو كان في الدرب الأحمر نفسه، نفس المكان اللي شفنا المشكلة فيها، واتكلمنا مع الناس في المنطقة دي واستخدمنا الخبرات اللي موجودة. يعني في ناس كتيرة من المنطقة هم اللي ساهموا، هم اللي ساعدونا في تصميم السخان وفي يعني حتى فكرة إن السخان ده ممكن يكون حاجة مفيدة. إحنا الأول سألنا الناس واتكلمنا مع الناس والفكرة فعلا جت منهم، ف يعني ما جبناش حل من بره، احنا بنشتغل مع المجتمعات نفسها، ودي حاجه بتساعدنا ان احنا ننشر الفكره. طيب ايه الرساله اللي انت او ايه اللي خلاك تدافع
والرسالة اللي انت فكرت فيها اما روحتي المشروع زي دوت؟ ساعات بيكون في افكار خاطئة ان لو في مشروع بيساعد البيئة ده ممكن يكون له اثر سلبي على الاقتصاد او على رفع مستوى المعيشة، فاحنا كنا عايزين نوضح ان ممكن يكون في حلول بتساعد في البيئة وبتساعد نفس الوقت في الاقتصاد والمجتمع. انت حاسة ان انت جزء من الحل والتعامل مع مشكلة التغيرات المناخية الحادة اللي بيشهدها العالم؟ أكيد أكيد، ولو حتى خدنا مثال السخان بشكل ملموس، لو استخدمناه بشكل يومي حتى لو بنخفض في الكربون إميشنز بشكل صغير، بس لو استخدمناه يوم بعد يوم وعلى مستوى ملايين البيوت أكيد هيبقى لنا أثر إيجابي على تغيير المناخ. شكرا جدا يا سارة. ده بقى السخان الشمسي، خلينا نشوف العيال اللي ركبت السخان الشمسي دوت قد ايه عامل فارق معاها. استاذ حسين، ايه اللي خلاك في البدايه تفكر ان انت تلجا ان انت تركب سخان للطاقه الشمسيه؟ والله العالم كله دلوقتي بقى يتجه لموضوع الطاقه الجديده والمتجدده، و الأسعار الكهرباء طبعا بقت حاجه يعني عاليه جدا، فمفروض الناس كلها اصلا تتوجه للاتجاه ده، بالاضافه بقى للتلوث والمناخ والحاجات التانيه اللي بتحصل دي. فطبعا النوع ده من الطاقه يعتبر هو ده اللي جاي الفتره اللي جايه. هو مكلف شويه بس على المدى البعيد انت بتحافظ على البيئه، بتاخد برضو الخدمه اللي انت عايزها بالشكل اللي المفروض تتقدم لك بيه، ومن غير ما تضر البيئه ولا تتكلف طبعا التكلفه الباهظه اللي بقت دلوقتي تمام محتاجه فعلا ان احنا نعمل فيها ترشيد. يعني استاذ حسين خد مجهود مع حضرتك عشان يقنعك بان هو يركب سخان شمسي وما تلجئيش بقى للغاز ولا لانبوبه البوتاجاز ولا كده؟ اكيد طبعا، في الاول الفكره كنت متخوفه منها، لان انت في العادي السخانات العاديه بتفتح الحنفيه بتنزلك ميه سخنه على طول، فان انت داخل على حاجه جديده ما تعرفش هي هتبقى ايه، فاخدنا شويه وقت لحد ما اقتنعت. حاسه ان انت مميزه عن اللي حواليكي بدوت؟ اكيد طبعا، يعني في توفير الكهرباء الغاز فرق كمان كتير طبعا. مريحك اكتر في التعامل؟ اه يعني حسن هو عملي. والساعة اللاترية بتاعته كبيرة، فعلى طول الوقت في مية سخنة في البيت. مع الوقت حسيت زي استاذ حسين كده ان انتي ان حضرتك يعني بتعملي حاجة بتساعدي بيها البيئة والتغيرات المناخية، حسيتي بالموضوع دوت؟ اكيد اكيد طبعا، ايوه فرق ان احنا بنستخدم حاجة موفرة وفي نفس الوقت بتحافظ على البيئة، فرق طبعا كتير. Thank you.
اكتشفوا طبعا ان الصيانه بتاعتها مهمه جدا، يعني ممكن انتاجيه المحطه تنزل 50% 60% لو ما فيش صيانه مظبوطه، لو مش عارف انه لوح شمسي باظ وانه ضعيف وانه ممكن واحد يوقع كل الخط اللي معاه، واحد بس يبوظ، فلازم نعرف الحاجات دي بسرعه. فانت عندك محطات دي صغيره لانها تجريبيه، انما المحطات الكبيره في بنت بان مساحتها 100 فدان 200 فدان 100 فدان عليهم من كل ألواح. الالواح دي وانت دلوقتي تخيل ان في مشكله في المحطه، طب انا بقى عايز ادور في ال 100 فدان فين المشكله. فده شيء اصبح غير عملي تماما، وفي الاول المحطه بتبقى حلوه، انما بعد 5 سنين 6 سنين تبدا المشاكل تزيد يعني هدر في انتاجيه المحطه يزيد. ولازم يبقى في مراقبه للمحطات، ولازم يبقى في مراقبه. فالمراقبه دي بقى عايزينها الكترونيه، يعني ايه؟ بنحط بوكس زي ما حضرتك ما شايف كده ورا كل لوح شمسي. الصندوق ده فيه الكترونيات معينه ما توصلهاش اسلاك، يعني مجرد احطها كده فسهل جدا تركبها كاضافه لاي محطه، وبتاخد الطاقه بتاعتها من المحطه نفسها، مش محتاجه تديها كهرباء، وبتشتغل بالواي فاي. يعني البوكس ده بيشتغل بطاقته عشان يبقى شغال بالمحطه نفسها، عشان ما نوصلش اسلاك. يعني هي مساله خد البوكس وحطه في الاسلاك كده اللي هي موجوده اوريدي بتتوصل عليها خلاص، فحاجه سهله جدا. وواصل بالانترنت، ما فيش اي اسلاك بتوصل عليه، في ثانيه بتقدر تقلب محطه من محطه مجرد الواح لمحطه معاها ايه البوكسات دي او العلب دي. تمام. وفيها الالكترونيات بتاعتها. بتعمل ايه بقى العلب؟ عماله تقيس طول الوقت الانتاجيه بتاعت كل لوح، مش بتاع المحطه على بعضها، كل لوح. ده مهم ليه؟ لان لما بيحصل الانتاجيه تقع انت مش عارف طب هي فين؟ لا كده انا هعرف في ساعتها انهي لوح اللي حصل فيه المشكله. لو المحطه بتطلع مثلا كذا ميجا وات فهي لو نزلت يبقى انا في مشكله عندي في حاجه، بس انت مش عارف فين بالظبط. لان انت بتقيس فعاليه الجهاز دوت، ان هو يقول لي المشكله في اللوح ده في الحته دي، روح في 100 فدان 200 فدان ده للمكان الفلاني، غير الالواح الفلانيه، الحته دي مش متنظفه، الحته دي فيها ده ادم فبقت انتاجيته اقل. يديك تقرير كامل وانت قاعد في اوروبا على بعد الاف الكيلومترات عن انت قاعد هنا في مصر بتتابع، او انت قاعد هنا بتتابع محطاتك عندك مول، يعني ايا كان حتى فوق بيتك تقدر تتابع انتاجيه المحطه وضعفت ولا لا او ليه، ولو في عيب او حاجه. وبعدين الحاجات دي عليها 25 سنه ضمان الواح دي. تمام. فانت لو باظ هتعرف، وحاجه محروقه قدامك هتعرف، انما ساعات البوظان ما بيبقاش باين، اللوح قدامك وشكله شغال بس ايه انتاجيته نزلت للنص، وهما مدينك ضمان ان ده ما يحصلش. بالظبط. فهتثبت ده ازاي؟ القياسات بتاعتنا وكده بتثبت، فتقدر تروح للشركه اللي مورده لك وتقول له لا بدل لي الايه؟ اللوح لوحدي. فده يفرق جدا، يمكن بلايين الدولارات يعني في السنه في انتاجيه المحطات. المحطات دي بالاحجام دي بتعمل انتاجيه كبيره جدا كل سنه، فلوس كتيره جدا على الكهرباء دي، تنزل للنص انت خسرت كتير جدا. فعشان كده المشروع ده عليه اهتمام كبير. طب حضرتك بتكمله بقى المشروع ده، النص الباقي حضرتك بتركبه الجهاز هنا، وفي بتاعي جزء بيتابعه من على الكمبيوتر من على شاشه الكمبيوتر. طبعا. ده بيتم ازاي؟ هل ده برنامج سوفت وير معين حضرتكوا برضو اللي عملتوه؟ احنا دلوقتي دي مجرد بتبعت ايه، هنا في زي عاملين زي واي فاي كده، بتلم المعلومات من العلب دي وتروح بعتها على الانترنت. تروح فين بقى في الانترنت؟ يلمها سيرفر في مكان ما ويحطها في يخزن المعلومات كده في حته واحده. تمام. طيب خزننا المعلومات، بقيت عارف ان في الساعه الفلانيه ده ضعيف وده قوي، وحتى الانتاجيه واحد، فعندي كل المعلومات على كمبيوتر في حته ما. عايز اشوف بقى الكلام ده متخزن في كمبيوتر، فعاملين سوفت وير احنا عاملينه والاسبان عاملينه، يعني احنا بنوصل ان احنا بنحط في الايه؟ في الداتابيز. الاسبان عندهم سوفت وير